بعد 3 أيام واداني السلام. كل سنة وانتو طيبين، المسيح قام حكمكم. أقدم تهنئة لقداسة البابا وادروس وتهنئة لكل المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وربنا يجعله عيد محبة وسلام للشعب كله. نقول لقداسة البابا وادروس ربنا يديم كهنوتك وحبريتك ويعينك على الكنيسة وأمور الكنيسة وخلاصها، وربنا يديمه لينا سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة، ويقويه ويزيده حكمة أكتر من الحكمة اللي عنده ليقود شعبه وكنيسته بأمان. كل سنة وقداستك طيب يا قداسة البابا. كل سنة وقداستك طيب بمناسبة عيد القيامة المجيد. بنقول لقداسة البابا كل سنة وقداستك طيب، ربنا يحفظك لينا ولكنيستك، محفوظين دايما بصلواتك وبتعبك معانا، ربنا يعوض تعبك معانا، وبصلواتك تبقى العالم كله في سلام ووئام. كل سنة وميسة طيبة.